بيان المتقدمين للترشح إلى الانتخابات البرلمانية الليبية 2022 ومؤسسات المجتمع المدني وشباب الدائرة الرابعة الفرعية أجدابيا. نراقب عن كثب وبكل حرص، نحن الراغبين بتمثيل الشعب الليبي والتعبير عن رأيه وتجسيد قراره عبر المسار الديمقراطي المتمثل في الانتخابات البرلمانية الليبية وما شابهها من إشكاليات وعراقيل أتت جلها ممن يزعمون اليوم بأنهم جزء من الحل. السادة مستشاري وممثلي الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إن استبشارنا بدعمكم المادي والمعنوي اللامحدود لخيار الشعب الليبي في تقرير مصيره وإرساء دولة القانون والمؤسسات ومبدأ التداول السلمي للسلطة، وتفاؤلنا اللامحدود بإقراركم بإلزامية التزام الأطراف الليبية باختلاف توجهاتها وجهاتها بالإيفاء وإنجاز الانتخابات الليبية بموعدها المحدد 24/12/2021 وفقاً لمخرجات حوار جنيف، والذي كان بإدارتكم وإشرافكم المباشر قد تعثر وتضاءل نظير ما نراه ونعايشه من انحراف عن مسار اتفاقية جنيف فيما يخص الأزمة الليبية. وسط صمت وسكون من طرفكم أشبه ما يكون بالمباركة والتأييد لعملية تأجيل الانتخابات الليبية، وإذ كنا ولا نزال نرى فيكم الطرف الأعلى صوتاً والأكثر تأثيراً على الأطراف الفاعلة بالحالة الليبية سواء تشريعية أو غيرها، فإننا نحن المتقدمين لانتخابات مجلس النواب الليبي المفترض عقدها بتاريخ 24/12/2021 ومؤسسات المجتمع المدني وشباب مدينة إجدابيا، نحيل لسيادتكم مطالبنا والتي تمثل مطالب الشعب الليبي باختلاف تركيباته وتوجهاته الاجتماعية والسياسية، والتي نلخصها في التالي: 1- ضرورة نشر القوائم النهائية لمترشحي مجلس النواب الليبي دون تأخير وفقاً لما أقرته المفوضية العليا للانتخابات. 2- بحسب آخر تصريحات المفوضية العليا للانتخابات بالجاهزية الفنية من طرفها، وهي طرف غير سياسي كما تؤكد دائماً، فما المانع من إقامة الانتخابات البرلمانية بموعدها وتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد التوافق، باعتبار أن الإشكال الأكبر والمعرقل للعملية الانتخابية هما مجلسي النواب والاستشاري بإجماع الشارع الليبي، إضافة لبعض الإشكاليات القانونية وغيرها الخاصة ببعض المترشحين للانتخابات الرئاسية وما يشوب ترشحهم من خلافات دولية ومحلية. نطالب المفوضية العليا للانتخابات بتحمل مسؤوليتها القانونية والتاريخية والأخلاقية أمام الشعب الليبي، وذلك بتوحيد جدول وموعد زمني محدد لا يتجاوز شهر يناير لتدارك التأخر في إجراء الانتخابات النيابية بموعدها المقرر. نشر قائمة بأسماء كل من يعرقل العملية الانتخابية ووضعهم تحت المساءلة القانونية المحلية والدولية. نرفض رفضاً قاطعاً أي إجراء أو تصرف من شأنه خلق مرحلة انتقالية أخرى بعيداً عن الانتخابات التي ارتضاها ونادت بها كل شرائح الشعب الليبي الذي عانى من الفوضى والفساد الممنهج من قبل الأجسام السياسية المتواجدة في المشهد الليبي الحالي. وأخيراً نأمل منكم الوقوف بكل حزم وحسم لهذه المرحلة الحساسة من تاريخ ليبيا وتقديم يد العون، وذلك بأن تدعموا خيار الشعب الليبي في تقرير مصيره واختيار من يمثله ورغبته في التعبير عن رأيه واستعادة بلده من براثن الجهل والفساد. صدر في مدينة إجدابيا بتاريخ 20 ديسمبر 2021، والله ولي التوفيق. سلام.